نزلت مود دراجون بول قبح على طول، مسكت سلاح معرفش اسمه وخرمت لده جسمه. هوبا لقيت صاحبه جاب صاحبي وفنشه وقمت مديله، وطبعا شعار القبح الفنش قبل النوك. بعديها معدي من هنا سمعت صوت وشفت ده فدمشته، وكنت متدمش فهيلته وبسرعه رميت زيت حار لواحد سمعته هنا، وطبعا لازم استنى باين لكم انه تنوك. بعديها مش فاكر ايه اللي جابني هنا وسمعت صوت ورايا بحسبه بوت بس طلع لاعب. الاتنين بالنسبه لي كلايه. بعديها بشيت على البيت ده كان في تيمين بيتفايتوا، سمسمه ما جابتش حد بس لقيت واحد نوك وقمت سرقه. كان في ثلاثة فوق واحد نطلي وانا وهو عملنا نفس الحركه بس انا تقيل عليه. صاحبه التاني نط ولقيت واحد من بعيد دمجه بسنايبر فرصتي، فطلعت له لقيته بيجري. انا بجري وراه بس مش هو اللي في دماغي، انا كنت مركز مع اللي فوق مفكرني هطلع فنش بس طلعت بالام في دماغه اوبا خالص. بعديها سمعت واحد جاي، على طول فتحت السمسمه قبل ما يقرب ويسمع صوتها ومشيت بيها لناحيته وركزت مع صوت رجله واخد كفر هنا، خلت دمه طلقه فبشيت له لوبي دبدوبي. بعديها لقيت البوت ده وعلى طول بدات في مسيره القبح، لقيت عربيه هنا فنزلت وطلعت البيت ده معرفش ايه اللي وقفهم. المهم سحبت ده واكيد مش هسيبه غير وهو صندوق. كملت في مسيره القبح سمعت ضرب في جاتكا، وصلت لاخرها ومش لاقيهم، ومره واحده لمحت ده قمت مديله اكيد مش هسيبه يترف، ففتحت سمسمه علشان افنش بيها لقيت واحد بيعدي قمت مبيك مفرتك دماغه طعميه الازرق. دوي اثار الرجلين في الخريطه بتقول ان هم ورا البيت ده، فبعدت علشان افتح سمسمه وما يسمعوهاش، وجيت وقفت هنا على اساس ان انا خايف ابوش، وفي الوقت المناسب طلعت وديتها لهم بس يا رب الاقي معاهم زبده. ايه ده ما كانوش هنا بصراحه، من الخضه ما عرفتش اركز الايم عليه. ايه ده وماسك لي كار، يعني حتى لو جت فيا هيدمجني مش هيجيبني. وانا ماشي سمعت الاخير بصراحه الاي او جي بقى جامد قوي. دوي وانا ماشي سمعت صوت ضرب، فوقفت هنا وببص لقيت ده بيعدي. يا سلام على ايمك يا تعتع. طبعا بشيت وكالعاده فتحت سمسمه من بعيد علشان ما يسمعوهاش، سمعت صوته عند الباب وهو كمان سمعني بس ما يعرفش ان انا فاتح سمسمه. قمت يا سلام عليا النعمه اقوى لاعب نادت على الكوكب، وسمعت صاحبه بيهيل بتعمل ايه. على طول بعديها سمعت صوت واحد ولقيته بيبش، قمت جايبه باين اول نمنوب فك وكلي معدي من على جبل الحاويات، سمعت صوت ضرب فببص لقيت ده واقف اوبن قمت جايبه. بعديها لقيت واحد بيفايت ناس عند الريكول واخد كفر منهم، كان المفروض ياخد كفر مننا بس هفنشه عشان اضمن يا ولاد سرقوا الكل وربنا ما انا سايبهم. ايه ده دي دماغ دي، ماسك في اس اس وايمو ضربه، فبشت له المزرب بس ده في البلاله خالص، فقعدت له هنا بصراحه كنت عايز اشوفه هيعمل ايه. لا بس طلع بيعرف يوجه الايم، ما بضيعش وقت بشيت على الريكول، وانا طالع لقيت واحد من بعيد نوك واحد من اللي فوق، قمت نطت هنا وجايب التاني وركبني عفريت لازم اطلع افنش الكلايتين قبل ما يتسرقوا وربنا ما سيبكم غير وانتوا ايه ده ايه ده الحقوني بولع. كان واحد رميت له زيت حرف السكه علشان عطله وهيل، لقيته بيبش ضربت له بري فاير ورجعت قعدت هنا واستنيته يخلص ضرب رايح فين. بعديها بلوت لقيت ده بيعدي اوبن، وبسرعه اخدت الباجي ودخلت الدايره لقيت ده في وشي، دمجنا بعض وبصوا الحته دي الام هيبعد بالجيروسكوب هجيبه عليه بصبعي الا الله. هوب سمعت صاحبه جاي وانا متدمج فلازم ادمجه قبل ما يوصل لي، بقيت دمجته المره الاولى وطلعت دمجته الثانيه بس كده دمه اقل من دمي عمرته لوبي. ما فاضلش غير اتنين ولقيت دماغ واحد باينه اديته هدايه فايتوا بعض وده اللي كسب، والله شكله كوميدي. انا هنا مزراب فولو لايك واكسبلور. بتقول لي مين عرف اختك؟ مش انت؟ ما انا عارف. لا ما مش كل حاجه بقى، سيب لي سيب اليوم بي، سيب لك اليوم بي في بقى خوذه واحد يعني معلش اذا تكرمتي مش عايزها. تعالى خد تعالى معايا. لا تعالى معايا تعالى معايا. هو الواد مهنج ولا انا اللي مهنجه ولا ايه؟ المنحرفة الأنثى المنحرفة صفرة فعلا، حتى لو مش بنفس الطريقة انت بتقولها حلوة
بقولك حتى لو مش في حد قدامي. ايوه انا عارف. يا ابن الزعيم يلا بينا. لا 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 اصبري، انزلي 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 انزلي، رميت نار، انزلي. هو مولع اصلا، مولع. اي خدمة صفراء. عشان هي ليه صفراء؟ هو ليه اللي مش مكبرنا. حمراء؟ هو اه لا، حمراء ليها رد وحش. ثانك يو. ممكن خضرة. انت مجلخ همك ايه؟ مجلخ مجل ايه ده؟ ايه اللي بيضحك؟ مش حلو. لا ايه ده مجلة والله. صفرا. لو دي كان هيجيبني والله العظيم. تلاتة. انا فعلا محتاج انا اتطور. عايز اقول لك ان انا شايفاه ومش عايز اضرب عليه. فكره ايه؟ شايفاه ومش عايز اضرب عليه. فكره حد يشوف غبي. يلا يلا نبش، يلا نبش، ان شاء الله مش هندم. في حد بيصحي حد في البتاع اللي تحت. ده فوق ولا ايه؟ على ما اعتقد. هم شفتيهم ورانا عند البيت الاحمر. هو هاتي الولد الكوبي ده، الكلب ده. Marked a location. يلا يلا على طول عشان كان في حد بيضرب. بسرعة بسرعة. دوري الكلب ده. اللي ضرب ضرب من العمال تقريبا. يلا هو في ناس ها. يلا هو. أروح فين؟ ده أنا اجري. نبي نبي ايه ده؟ عايز سياري. ايه
هو في ايه يا ولاد ال اوعى اديني دماغي. اقف يا صفرة، مع اني كنت واقفة كفر والله، بس انا البنج عندي عادي. بلالي حلو، ثانك يو. حلوة دي، ها عجبتك؟ عايز طلق اخضر، خدي خدي يا رب يبقى في اي حاجة. اكيد ما معكيش، خدي خدي. يلا بينا يلا بينا يلا بينا قبل ما انا اقوم. ايه الحلاوة دي؟ يا ابني انت ما تعرفيش ولا ايه؟ قبرتني. بقول لك نمرة تليفونك كام؟ اديني النمرة اوام. دي اغنية ولا انت عايز الرقم؟ نزلنا هنا، نزلنا هنا، ما ايوه تروحش ايوه ايوه بقهم. لا 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 تعالي بس قدام واحد. كده في تيم خلص على تيم، كنا بشينا على فكرة. و يلا بينا. العربية عطلتنا. سوق انتي سوق انتي سوق انتي تمام. لا ادخلي ارشاي في البيت، ارشاي في البيت، ارشاي في البيت، ومالكيش دعوة. خير ان شاء الله. سهم برخص. تعالي رفك. طيب في بوت هنا. ها بوت هي موتي. خدي اجيلك فين انا؟ انا ورا هنا خالص، الواد جاي عليا. يا نهار ابيض، حلاوة. awesome. يا رب ما يكون في حد بوشينكي. بصي بضحي بالجيم عشان كده. زي حلو قوي. كده ده بنتي ما تروحيش من سبعة عندك. أسس. ما رحتش انا، ببص عليه. اهو هنا. استني استني. منك لله، مش مسامح. بعد كل ده انت مش جدع على فكرة يا بنتي. من مش مسامح دي بقولها لما ببقى بهزر، لو قلت لك اه وكده يبقى مش مسامح بجد. الله الله مش مسامح بجد. انور اطلع كده طلقة، اطلع كده طلقة بس. بحب نفسي، شفت بقى. طب يلا خدي كفر، والنبي بلاش اوبن. ماشي تعالي تعالي تعالي. ماشي هتلاقيه من الزواحف البحرية. اه 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 انا
مشته. عايزه اموت. لا 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 بيضحك. هموت هموت. يا ابن الله مش عارف اديها له، المفروض اطير يعني.